السلام عليكم. مئات بل آلاف الأبحاث والمقالات والدراسات وضعت على مدى سنين طويلة في الغرب والشرق، كلها تتحدث عن ضرورة إحلال الديمقراطية في الوطن العربي كحل لخلاص العرب من التخلف العلمي والسياسي والاجتماعي الذي يكابدونه. هكذا تقول الأبحاث، لكن هل الديمقراطية نسخة أو مستنسخة، وصفة مستنسخة وجاهزة لكل أمم العالم وشعوبه؟ وهل ينبغي أن تسبقها شروط وإجراءات تؤسس لبيئة مناسبة لتوليد نظام ديمقراطي؟ بل هل الديمقراطية مجموعة إجراءات وآليات أم هي ثقافة ذات مقاصد سياسية واجتماعية؟ وهل العرب على معرفة عميقة بماهية الديمقراطية؟ وما مدى صلاحية الديمقراطية للدول العربية؟ هذه نخبة من أسئلة هذه الحلقة من برنامج حديث العرب، أهلا بكم. تحاول أغلب الأنظمة العربية المعاصرة أن تضفي على حكمها صبغة الديمقراطية، ذلك المفهوم الذي شاع استعماله في عالمنا اليوم، مع أن تلك الأنظمة بعيدة عن الحرية والديمقراطية في ممارساتها وطريقة حكمها للشعوب التي يفترض أنها تمثلها. الشعوب العربية المتعطشة لنيل الحرية تحلم بالديمقراطية التي نالت حظوة كبيرة في الساحات الإعلامية العربية وشكلت قضية أساسية ومحورية لدى الجماعات السياسية والحقوقية باعتبارها الوسيلة التي تمكن الجماهير من انتزاع حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصياغة مستقبل مختلف وعالم أفضل. ومن هنا فهي تتطلع إلى الديمقراطية كنظام سياسي واجتماعي حين يكون الشعب هو مصدر السيادة والسلطة. الديمقراطية بكل تعقيداتها وإشكالياتها تسعى في نهاية المطاف لتحقيق حرية الفرد والمجتمع في اتخاذ القرارات المصيرية، فجعلت لها ركائز تتكئ عليها كسيادة الشعب وحكم القضاء المستقل ودستور وطني شامل للبلاد والمساواة والتعددية السياسية، فضلاً عن التداول السلمي للسلطة. صورة الديمقراطية وصلت إلى العالم العربي بهذا الشكل الذي جعلهم يتوقون لتلك الحرية المفقودة، فهي حاجة فطرية طبيعية، لكن يبدو أن نيل تلك الحرية عبر الديمقراطية في الدول العربية يعد ضرباً من الخيال، فكلما خرجت الجماهير لتتنفس عبق تلك الحرية قمعتها الأنظمة الدكتاتورية التي نالت المرتبة الأخيرة بين ترتيب مناطق العالم في مؤشر الديمقراطية الذي تصدره وحدة إيكونوميست إنتليجنس. العالم العربي بأنظمته الاستبدادية لا يزال يتخبط في مستنقع من المفاهيم والسلوكيات التي لا يمكن أن تساعد على ولادة أي نوع من الديمقراطية، فالنخب الحاكمة لا تقر ولا تعترف بمبدأ صدور السلطة عن الشعب ولا بحقه في المشاركة فيها، بل ولا في قول رأيه، فلا تزال الوصاية على المجتمعات هي العقيدة التي تحكم ممارسات أغلب النخب العربية الحاكمة. إذن عن الديمقراطية، عن العرب والديمقراطية، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الأستاذ ياسين التميمي، الكاتب والمحلل السياسي اليمني، كما يلتحق بنا أيضا من العاصمة السودانية الخرطوم الأستاذ النور حمد الأكاديمي والكاتب السوداني. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. لو بدأنا من إسطنبول أستاذ ياسين، الديمقراطية في المخيال العربي هي مجرد انتخابات سياسية حرة ونزيهة، أما أن الأمر يتعدى هذه الصورة؟ تحية لك أستاذ شهاب شاهي. أهلا وسهلا بك الكريم. خواتم مبارك بخير. الديمقراطية أنا أعتقد بعد عقدين من هذا الإلحاد. طيب، يبدو أن في هناك مشكلة. طيب أتحول إلى الخرطوم. أستاذ النور، لو قفزت إلى ما بعد هذا السؤال، يعني هناك من يرى من المراقبين سواء كانوا عربا يعني من الكتاب والمفكرين أو حتى غربيين، أن الديمقراطية ليست فقط مجرد انتخابات حرة ونزيهة وعملية آلية سياسية، بل هي ثقافة
لها مقاصد سياسية واجتماعية واقتصادية. سؤال مركب هو، إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟ ثم بعد ذلك ما هي جملة المقاصد التي تسعى الديمقراطية إلى تحقيقها؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا بك. حقيقة الأمر أتفق تماما مع هذه الرؤية، وأعتقد أن الديمقراطية ليست مجرد إجراءات، يعني أن يذهب الناخب ويلقي بورقة في صندوق الاقتراع وكل الأمور ستسير على ما يرام. والديمقراطية نفسها هي كيان نامي، ليست يعني وصفة جاهزة، وهي بهذا المعنى أيضا لا تنطبق على جميع الثقافات ولا على جميع البيئات الاجتماعية ولا جميع السياقات التاريخية، لأن الديمقراطية في الغرب نشأت نتيجة لتحولات كبرى بدأت منذ عهد التنوير، وجاءت ثورات وجاءت حركة إصلاح ديني وكانت هناك ثورة صناعية وكان هناك محو للأمية وتشكل للحياة الحديثة واقتلاع المجتمعات من ولاءاتها القديمة من ولاءات عشائرية وطائفية وما إلى ذلك لتصبح العلاقات هي علاقات الدولة الحديثة. هذا هو الإطار الذي يمكن أن تنجح فيه الديمقراطية، لكن هذه التحفظات لا ينبغي أن ينظر إليها أو تستخدم ك يعني ذريعة لاستدامة الاستبداد والفساد، وإنما ينبغي أن نوطن الديمقراطية وأن نفهم سياقاتنا المحلية وأن نفهم أولوياتنا وأن نعمل على ترتيب هذه الأولويات. طيب. ويكون في ذهننا أننا سنمضي في اتجاه تطبيق الديمقراطية بطريقة قبل الحديث عن الديمقراطية في الحالة العربية، وهو الذي سنبحثه بعد الفاصل، لكن أنت اتفقت مع القائل بأنها هي أكبر من مجرد عملية انتخابية وأنها لها مقاصد، جملة مقاصد على المستوى على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي. هل حدثتنا عن هذه المقاصد التي يعني الديمقراطية تسعى إلى تحقيقها في المجتمعات؟ الديمقراطية تسعى إلى أن تجعل السلطة في يد الشعب، وهي في التعريف القديم هي حكم الشعب بواسطة الشعب لمصلحة الشعب. إذا اختلت أي واحدة من هذه الثلاثة أركان تصبح الديمقراطية شكلية، يعني إن لم تكن هي حكم الشعب وبواسطة الشعب ولمصلحة الشعب لا تكون هناك أي معنى منها. ولذلك الديمقراطية هي أداة لأن يراقب المواطن حكامه وأن يملك القدرة على عزلهم متى ما رأى وأن يستبدلهم بغيرهم، ولذلك هي بهذا المعنى هي المطلوب. وهذا المعنى حتى عندنا في الثقافة العربية القديمة ورد عند أبو العلاء المعري لما قال: مل المقام فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراؤها ظلموا الرعية واستباحوا كيدها وعدوا مصالحها وهم أجراؤها. ولذلك الحاكم في النظام الديمقراطي هو أجير للشعب، يستأجره ليتولى إدارة شؤونه بموافقة الشعب وبرقابة الشعب. ولذلك هي دي المقاصد الأساسية الجوهرية للنظام الديمقراطي. إذن تتحدث حتى الآن بالمعنى السياسي، يعني أنت من الذين يقولون بأن جملة مقاصد الديمقراطية مقاصد سياسية وليس بالضرورة أن تنسحب على الجانب الاقتصادي والاجتماعي؟ لا أبدا، تنسحب على الاثنين، بل حتى تنسحب على التربية في الأسرة وتنسحب على أنظمة المناهج في المدارس. ولذلك هي رؤية كلية، خروج الإنسان من دائرة الاستعباد والوصاية والتبعية ليكون الإنسان صاحب قراره. لكن أستاذ نور أستاذ نور معذرة، عندما تتحدث عن أن الديمقراطية بهذا المعنى تحقق مقاصد سياسية واجتماعية واقتصادية، بل إنها تنفذ حتى إلى الأسرة ووسائل التربية، يعني كما لو أنك تتحدث عن دين ينافس ديانة هذه الأمة مثلا. لا أبدا، أنا أعتقد أنه حتى في ديانتنا هذا الأمر موجود، لكن نحن قد يكون هذا يجب في المحاورة الثانية، يعني نحن نحتاج إلى إصلاح ديني لنعرف أنه أساس الدين هو الديمقراطية وليس طيب. الوصاية. سنبحث هذا بكثير من التفصيل بعد في المحور الثاني، لكن أعود إلى إسطنبول لأسأل الأستاذ ياسين ما كنت قد سألته قبل أن تظهر عندنا المشكلة التقنية. هل الديمقراطية يعني
تتفق مع ما قاله ضيفنا من الخرطوم بأنها هي تتعدى مجرد الانتخابات الحرة ونزيهة إلى ثقافة ونظام حياة له مقاصد سياسية واجتماعية واقتصادية؟ نعم، أتفق معه إلى حد ما. الديمقراطية لا شك أنها أسلوب حياة من ابتكره البشر لكي ينعموا بحياة أفضل، لكي يحصلوا على وسيلة مناسبة لتداول السلطة دون عنف ودون فوضى ودون هضم للحقوق ودون ضياع للكرامات ودون افتئات للحريات. فالديمقراطية هي العودة إلى حكم الشعب، ولها وحتى لا ندخل في جدل ما إذا كانت الديمقراطية كأسلوب حياة هي بديل عن منهج الإسلامي نفسه، لماذا لا نبحث عن موازي موضوعي للديمقراطية في مثلا في عالمنا الإسلامي وهو الشورى، بمعنى أن القضايا السياسية، إدارة الشأن العام، ما يتعلق بإدارة الأمة هو أمر ينبغي أن يعود إلى الأمة نفسها، هي التي تقرر من تختار ليحكمها وأسلوب وطريقة الحكم وكيف تفوض من يحكمها وكيف تعيش بحرية وكرامة. الديمقراطية هي يعني في جوهرها الأساسية هي حرية يمتلكها الشعب في تقرير مصيره، والديمقراطية بهذا المفهوم لا يمكن أن تصطدم مع أي من الثوابت المتعارف عليها بما ذلك العقائد والأديان، مع أن الديمقراطية الليبرالية في الغرب على سبيل المثال حطمت نماذج وأصنام كثيرة وحيدت المؤسسات الدينية لكي تتأسس على ما هي عليه اليوم. لكن أيضا حتى في الغرب الديمقراطية أحيانا تتحول إلى شكل من أشكال الوصاية على تفكير الناس وعلى أنماط حياتهم وعلى طريقة تفكيرهم وكيف يلبسون وكيف يتحدثون وكيف يأكلون وكيف يقيمون علاقاتهم مع الله ومع الآخرين. فالديمقراطية إذا بقيت كأسلوب حياة أعتقد أنها مهمة جدا لكل المجتمعات وفي مقدمتها المجتمعات الإسلامية. فالعالم العربي يحتاج إلى الديمقراطية أكثر من أي وقت مضى، لأن هناك من يعني انتف حتى أنا على نموذج الديمقراطية في الإسلام وهو الشورى. أستاذ ياسين، لو أذنت لي، يعني نحن الآن في مرحلة مدى الوعي، يعني هذا حاجة العرب إليها من عدم حاجتهم، سنبحثه في محور مستقل، لكن لو بناء على ما ذكرته أنت وضيفنا في الخرطوم، لو أذنت لي أن أعود مرة أخرى إلى الخرطوم لأسأل الأستاذ النور، يعني سواء كانت الديمقراطية هي إجراءات سياسية كما يرى بعض العرب أنها فقط نريد منها الآلية السياسية، آلية تداول السلطة، أو كانت هي نظام حياة وله مقاصد اجتماعية وسياسية واقتصادية إلى آخره كما تفضلت أنت وضيفنا من إسطنبول، في الحالتين لابد من وعي بهذه الظاهرة السياسية، لابد من إلمام بها وإدراك بماهيتها وقيمها وحقائقها. بكثير من الموضوعية، إلى أي مدى يتحقق هذا الوعي في الحالة العربية؟ مؤكد الوعي بالديمقراطية وعي متخلف لا يزال يعني، والسبب فيه هو سبب تاريخي يعني. ولو سمحت لي أيضا على التحفظات التي أبداها زميلي الذي تحدث من إسطنبول أستاذ ياسين، أعتقد أنه يعني مسألة الشورى ليست ديمقراطية. نحن نحتاج إلى يعني أن نفهم مسألة السياق الراهن وتوطين الديمقراطية من داخل ثقافتنا الإسلامية، لكن على أن نكون حذرين في استخدام المصطلحات. الشورى ليست نظاما ديمقراطيا، الشورى هي حكم الفرد الرشيد على القصر، وقد مورثت في بداية في صدر الإسلام، يعني الخلفاء لم ينتخبوا. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أعمل أبو بكر حصر في ستة، اختاروا عمر إلى آخره. هذه الصورة. أستاذ نور، أنا أريد أن أبقى في النقطة ذاتها حتى لا نبتعد عن الموضوع. أنت قلت بأن هناك تخلفا في حالة الوعي العربي بماهية الديمقراطية. هذا صحيح. أنا أريد أن أسألك عن مظاهر هذا التخلف في الوعي وعن أسبابه لو أذنت لي. نعم، التخلف يجي أيضا من أننا نحن يعني العصر الحديث ومتطلبات العصر الحديث نحن أدخلنا فيها إدخالا عن طريق الاستعمار في القرن التاسع عشر، ولذلك حصلت محمله يعني نابليون على مصر، اوضاعنا نعم، والاستعمار الذي تلاه الاستعمار البريطاني الذي استعمر كثير من الدول العربيه، والاستعمار الفرنسي الذي استعمر شمال افريقيا كما نعلم جميعا، ولذلك حصل التحدي يعني الحياه افرزت
أشياء جعلت الحياة الحديثة، جعلت الديمقراطية شيء ضروري. المجتمعات التقليدية عندها أساليب لإدارة شؤونها. نحن خرجنا من مجتمعات رعوية ومن مجتمعات ذات اقتصاد زراعي بدائي، ومن مجتمعات أيضا يعني تسود فيها الطائفية. كل هذه العناصر هي عناصر تجعل من التطبيق من الوعي بالديمقراطية أقل، وفي الحقيقة يعني تعطل الوعي بالديمقراطية. أيضا أنظمتنا التعليمية نفسها يعني هي أيضا نفسها تحتاج منا إلى إعادة نظر، حتى تربيتنا داخل الأسرة. ولذلك الأمية أيضا منتشرة بمستوى عالي جدا. الديمقراطية تقتضي منك معرفة وقراءة وتتبع، لأنك أن تستحمل ورقة الانتخاب لترميها في الصندوق لابد أن تتم بوعي وأن تتم بإدراك وأن تعرف كيف تدار الدولة وما هي البرامج التي يطرحها المتنافسون ولماذا أنت اخترت هذا على الآخر. كل هذه الأشياء أنا أعتقد أنها تحتاج إلى بنية عامة شاملة فيها تعليم وفيها تربية وفيها إصلاح ديني وفيها خروج من العشائرية والقبلية والطائفية، حتى يصبح الفرد يعني قراره في يده وليس تابعا لجهة لمجرد إيمانه الأعمى بهذه الجهة، حتى ولو كان هذا الإيمان يسوقه إلى أن يعمل ضد مصلحته. طيب أشكرك على هذا التوضيح الذي أحيل ما ذكرته وأبني عليه لأسأل الأستاذ ياسين في إسطنبول. من ضرورات الوعي أو جوهر ربما جوهر الوعي بالديمقراطية أو بأي ظاهرة أخرى، لكن حديثنا عن الديمقراطية هو الوعي النظري. سؤالي هو إلى أي مدى الديمقراطية بقيمها وآلياتها وإجراءاتها ومقاصدها هي حاضرة في الفكر العربي الحديث، هي حاضرة مجسدة في نتاج هذا الفكر العربي؟ بمعنى إلى أي مدى هذا الفكر عبر عن أشواق العرب إلى الديمقراطية؟ حتى لا نبالغ، يعني في العالم العربي منذ 25 سنة بدأ وعي الوعي يتجذر بأهمية الديمقراطية وبأهمية استعادة الديمقراطية ورأي الشعب وحكم الشعب. هذا الأمر كان نتاج الثورة الإعلامية الكبيرة، ثورة الاتصال التي أحدثت فارقا في وعي الناس وجعلتهم في حالة تماس مع قضايا كانت محرمة عليهم، مثلا البحث عن شركة السلطة، حق الشعب في التفويض إلى آخره، صندوق الاقتراع. كل هذه المفاهيم والمسميات باتت عناصر حاضرة في الوعي العربي وتفجرت دفعة واحدة في موجة الربيع العربي التي أطاحت أنظمة ديكتاتورية ونصبت أنظمة ديمقراطية. وأعتقد أن الأمر لم يعد الآن يرتبط بإشكالية الوعي. الوعي حاضر، ولكن المشكلة هو في حالة الاستقطابات الكبيرة التي تعود إلى عدة أسباب. منها أولا أن الغرب يريد أن يفرض قيم الديمقراطية الليبرالية على مجتمعاتنا العربية، بمعنى أنه لا، مع هذه الديمقراطية الليبرالية لا يريد للمجتمع أن يتنوع، لا يريد للأفكار الأخرى أن تنافس، لا يريد على سبيل المثال للحركات الإسلامية أن تدخل أن تصبح جزء من العناصر الديمقراطية التي تتنافس حول أصوات الناس، لا يريد للنموذج الشرقي مثلا أن يتأسس على قاعدة ديمقراطية، هو يريد نموذجه الخاص. على المستوى الداخلي هناك تنافس على المستوى الجهوي، على المستوى الطائفي، على مستوى احتكار السلطة. كل هذه الأمور تخلق بيئة معقدة نوعا ما تحاول أن تعطل المهمة ومقاصد الديمقراطية بشكل كامل. الناس لديهم وعي كامل بأهمية الصندوق، لكن يذهب الناس إلى الصندوق لا للتسليم بأهمية الديمقراطية وتداول سن السلطة، وإنما لاحتكار السلطة. فالتنافس شديد في بلداننا العربية في الانتخابات قياسا بالبلدان الديمقراطية المستقرة. لماذا؟ لأن الدوافع الأساسية لمحاولة إعادة تأسيس السلطة وفق القواعد الديمقراطية هي التي تقف خلف هذا الحماس الانتخابي. لهذا المصالح القديمة تحاول أن تستفيد من صندوق الاقتراع، المصالح الجهوية تحاول أن تستفيد من صناديق الاقتراع، المصالح الطائفية تريد أن تستفيد من صناديق الاقتراع. لكن مشكلة الديمقراطية في وطننا العربي لن تحل إلا بتسليم كل هذه المكونات وكل هذه الأطراف بأهمية التداول السلمي للسلطة والقبول بنتائج صندوق الاقتراع، وليس التحين للاتفاق عليها إذا لم تأتي مطابقة لمقاصد هذا الطرف أو ذاك.
إذن مشاهدين الكرام، ضيفانا الكريمان يعني أظهر وبينا بأن هناك حالة من عدم الوعي أو فقر في الوعي بالديمقراطية في الوطن العربي. بعد ذلك نريد أن نتحدث بعد الفاصل طبعا عن مدى حاجة العرب ومدى صلاحية الديمقراطية في الدول العربية. وقفة ومن ثم لنا عودة. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن العرب وظاهرة الديمقراطية إلى الخرطوم. أستاذ النور، بقياس طبيعة الديمقراطية إلى والقيم طبعا التي تقوم عليها على طبيعة ثقافة المجتمع العربي أو الثقافة العربية في المجتمع العربي، ما مدى صلاحية هذه الظاهرة لبلدان أنت تعرف أنها يعني تتمتع بخصائص ربما تكون متفردة عن كثير من الأمم والشعوب القبلية الاجتماعية، ظاهرة التدين، إلى أي مدى هذه الظاهرة الديمقراطية مناسبة لمجتمعاتنا العربية؟ هي طبعا مناسبة بلا شك، يعني لا 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 مهرب من أن نصل إلى إقامة نظام ديمقراطي، وده تاريخ الإنسانية، يعني منذ عهد اليونان صحيح جاءت أنظمة ملكية وإمبراطوريات وأنظمة قمعية وفاشية ونازية وشيوعية وإلى آخر ذلك، لكن في النهاية تبقى، وأنا ما لا أعتقد أن النموذج الغربي يعني يجب أن نطبقه كأنما يعني حرفيا، هذا لا يمكن، يعني داخل ثقافتنا في أشياء كثيرة منها، مثلا ما مسألة مثلا التقنين الشذوذ الجنسي مثلا أو الزواج المثليين إلى هذه الأشياء، يعني لا 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 لا, لا تجد قبول، وأنا أعتقد ينبغي أن لا تجد قبول، مثلا تبني المثليين للأطفال كما تشرع بعض الأنظمة الغربية، في أشياء كثيرة، لكن ما حق هذه الأشياء البسيطة تعمينا عن جوهر الديمقراطية. لكن أستاذ نور، يعني أخشى أن كلامك يعني بالنسبة لبعض المشاهدين ينطوي على بعض التناقض، بمعنى أنك تنادي بالديمقراطية كأنها لها مقاصد سياسية واجتماعية، وأنت أصررت على أن لها مقاصد اجتماعية واقتصادية. طيب الديمقراطية أحد أهم أركانها الحريات الفردية والحريات العامة، كيف أنت تقبل من الغرب الديمقراطية وترفض تشريع المثلية الجنسية وتبني المثليين أو الشواذ جنسيين للأطفال؟ يعني ثم تتناقض، يعني تريد أن تأخذ تفضل. لا أبدا، لا يوجد تناقض، ما هذا تفصيل في التشريع. يعني هذه جزئية وليست كلية، أن تقيم دستور يكفل الحريات العامة ويكفل حرية التعبير ويكفل الحرية الشخصية. الحرية الشخصية لا تعني أنك أن تفعل كل شيء في الشارع، مثلاً الحرية الشخصية يمكنك أن تشرب الخمر، وأنا لست ضد، مثلاً أنا ضد يعني مصادرة حق الإنسان في أن يعاقب الخمر، لكن المجتمعات الغربية مثلاً تعاقب على الشخص الذي يوجد سكراناً في الشارع، ولذلك هنالك في تدقيق في المعنى، أن تشرب في بيتك وراء الباب المغلق، أن تمارس المثلية في بيتك وراء الباب المغلق لا سبيل عليك، لكن الشارع، تربية النشء، حق القصر، هذه كلها أشياء ترعاها الدولة، ولذلك يعني لا يجب خلط الأوراق، كل مجتمع يطبق الديمقراطية وفق لثقافته على أي حال، دي كلها بتخضع بعدين رأينا الشخصي، لكن المشرعين في المجالس التشريعية الديمقراطية يستطيعون أن يخرجوا بالتشريعات التي تتناسب مع قيم مجتمعاتهم، مع قيم ثقافتهم. فبصورة عامة نحن بحاجة للنظام الديمقراطي، ما في ذلك أي شك، لأنه بغير النظام الديمقراطي لا رقابة على أداء الدولة، لا يعني لا 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 حق للأفراد في أن يكون لهم صوت في كيف تدار شؤونهم، ولذلك الديمقراطية بداها في الحقيقة إذا كان في مجموعة من الناس عندها تنظيم اللي هو الدولة الحكومة يراد لها أن تعمل لصالح الأفراد والناس والمجموع كله، ولذلك لابد، هذا لا يتم بنظام قمعي عسكري أو نظام ملكي أو نظام كذا، لابد من نظام ديمقراطي يكفل حرية التعبير وحرية الرأي. فالديمقراطية فيها جانب حرية، يعني فيها جانب تتعلق بالثقافة، بالاقتصاد، بالاجتماع، كل هذه الأشياء متداخلة مع بعض، ولذلك أنا أعتقد أنه ما في يعني
يعني المطلوب أن نوطن الديمقراطية. أن نوطن الديمقراطية يعني أن نأخذ وده كل شيء، يعني في كل شيء أنت بتحتاج توطن المفاهيم. البشرية كلها بتسعى نحو مقاصد كلية، تختلفت الثقافات في رؤية للأمور. بعدين حتى في الغرب نفسه في حركة كبيرة جدا مناهضة للمثلية، وهناك حركة كبيرة جدا مناهضة لحق الإجهاض. دي كلها أشياء بالمشرعين في كل قطر يستطيعون أن يتعاطوا معها وفق السياق الذي يضمهم. نعم، طبعا أنا تحدثت معك عن المثلية لأنك يعني طرقت المثال، وهناك الكثير من الأمثلة، وإنما أنقل ما يطرح من أسئلة في الشارع. دعني أتحول إلى إسطنبول. أستاذ ياسين، ما الذي يجعل الديمقراطية قبلة لكثير من المثقفين العرب يرون فيها حلا للاستعصاء السياسي وحلا لمعضلة السلطة في الدول العربية؟ هذا السؤال مهم للغاية. في الواقع المثقفين العرب أثروا قدر كبير من الإحباط بالنسبة لعموم الناس الذين تفائلوا بإمكانية تغيير واقعهم إلى الأفضل من زاوية الديمقراطية. كان الربيع العربي يعتقد هو التجلي الأهم والأعظم والأكبر للوعي الديمقراطي لدى الشعوب العربية، لكن النخب الثقافية للأسف الشديد التي عملت طيلة الفترة الماضية وأوهمت الناس بأنها فعلاً تسعى وتكافح وتناضل من أجل الديمقراطية أحبطت الناس بمواقفها المنحازة للأنظمة التسلطية ولأنظمة القمع وانحيازها للثورات المضادة التي عملت على إجهاض الديمقراطية حتى لا يصل احتلت الأطراف بعينها إلى السلطة أو عن طريق صندوق الاقتراع. اليوم الديمقراطية أصبحت مطلب العموم وليس مطلب النخبة. النخبة للأسف الشديد سقطت في اختبار الربيع العربي بشكل لا يصدق، انحازت حتى للجماعات المسلحة لمجرد أن الجماعات المسلحة كما حدث في اليمن قامت بالانقباض على النظام الديمقراطي، لأن النظام الديمقراطي استوعب تيارات سياسية لا تروق للمثقفين التقدميين أو المثقفين الليبراليين. ولهذا أنا في تقديري أن الديمقراطية اليوم هي مطلب العموم العربي وليس النخب العربية. النخب العربية سقطت سقوطا ذريعا، لكن هذا لا يعني أن الديمقراطية ليست مطلب أساسي. الآن الديمقراطية مهمة ومطلوبة الآن لأنها هي التصحيح الوحيد للمسار المعوج الآن الذي تمضي فيه البلدان العربية، خصوصا بعد الارتداد الخطيرة على الربيع العربي. الذين يعتقدون أن هناك عوائق تحول دون ترسيخ الديمقراطية في العالم العربي عليهم أن ينظروا يمينا وشمالا اليوم في معركة المواجهة مع القوى الديمقراطية. تم إعادة تكيف لبعض الأنظمة في الوطن العربي. الأنظمة بدأت تتكيف، بدأت تتخلى عن الحوامل القديمة التقليدية التي كانت تقوم عليها، الحوامل الدينية على سبيل المثال، وبدأت تقوض هذه الحوامل وتستبدلها في حوامل جديدة. بدأت تمنح مساحة كبيرة للحريات الاجتماعية على حساب الحرية الديمقراطية التي يمكن أن توصل الناس إلى صندوق الاقتراع وتدفعهم إلى تغيير نمط الحياة والسياسة وطرق وأساليب الحكم. ما يحدث اليوم يخفف في الحقيقة على الذين يناظرون من أجل استعادة الديمقراطية. فهذه التضحية اليوم بالأعمدة الأساسية للأنظمة الدكتاتورية التقليدية يشير إلى إمكانية تغيير الواقع العربي إلى الأفضل مما هو عليه اليوم. فالحريات الاجتماعية وحرية الممارسات الفردية التي نراها اليوم في بلدان كانت منغلقة ومحافظة إلى حد كبير، هذا يمكن أن يمهد الطريق لعودة لديمقراطية حقيقية في المدى المنظور. لأن التحول الذي حدث في وعي المجتمعات خصوصا في هذه البلدان المغلقة تحول كبير جدا في الوعي حدث، وهناك نخب كبيرة وهناك مستوى التعليم أصبح كبير جدا، شريحة المتعلمين اتسعت، المجتمعات المدنية اتسعت بشكل كبير جدا على حساب المجتمعات التقليدية والعشائرية. وبالتالي أنا في تقديري أن المجتمعات العربية مهيئة اليوم أكثر من أي وقت مضى لممارسة الديمقراطية بمقاصدها النبيلة التي تعني استعادة حريات المجتمعات، التي تعني لكن أستاذ ياسين، أستاذ ياسين يعني أنت ذكرت بأن الديمقراطية صارت مطلبا عموميا أكثر منه مطلبا نخبويا، وهذا ربما الوقائع
تقول عكسه أو ما يناقضه، ويعني شاهدنا كيف خرجت الناس من المساجد وكانت تبحث عن حد أدنى من حرية التعبير، لم تكن يعني الأفكار عندها ناضجة بقضية أنه تريد إطارا ديمقراطيا للدولة والمجتمع في كل المظاهرات العربية تقريبا. ويخدم هذا التوجه حقيقة استطلاع مهم أجره مركز خدمات مجموعة الزغبي في أمريكا، استطلعت آراء نحو 9000 مواطن في منطقة الشرق الأوسط منها 8 دول عربية، مصر، العراق، السعودية، الأردن، تونس، إضافة إلى تركيا وإيران. ذكرت بأن 8 من هذه الدول وجلها دول عربية قالت إنها تريد توسيع فرص العمل، والأقل منها ذهبت إلى الخيار الثالث التي تريد إصلاحات سياسية، بمعنى أن الدعوة الديمقراطية دعوة نخبوية. لو أذنت لي أن أنتقل إلى الخرطوم لأسأل هذا السؤال نفسه إلى الأستاذ نور، يعني عندما تخرج الناس من المساجد وتقول نريد حد أدنى من الحرية وتعبر عن مظاهر التدين، ثم بعد ذلك تأتي هذه الأبحاث لتقول إن العرب مهتمون بالدرجة الأولى بتأمين فرص العمل، مهتمون بتأمين الوضع الصحي، ألا يجعل هذا أن هذه الدعوة الديمقراطية دعوة نخباوية مفرغة من أي قاعدة شعبية وبالتالي يفقدها صلاحيتها في الدول العربية؟ يعني يمكن أن الإنسان يقبل هذا الرأي، ونحن أنا أحب أن أتكلم يعني بصورة موجزة عن التجربة السودانية منذ الاستقلال في 1956. نحن عندما استقل السودان عن الاستعمار البريطاني بدأ النظام ديمقراطي، انهارت الديمقراطية في عامين فقط، حدث انقلاب عسكري، ثم جاءت ثورة أكتوبر 64 وجاء نظام ديمقراطي عاش لأربع سنوات، ثم جاء الديمقراطية مرة قامت ثورة أخرى، وهكذا يعني دخلنا في ثلاث ثورات وثلاث أنظمة ديمقراطية، والآن بعد الثورة الأخيرة نحن نستقبل الديمقراطية الرابعة. الديمقراطية كانت بتنهار، أنا أعتقد دي من أكبر علامات قلة الوعي بالديمقراطية، وأيضا بأنه النخب التي في أيديها السلطة والثروة لا تزال قادرة على في يدها السلاح أيضا، قادرة على أن تلتف على رغبة الجماهير. بعدين يجب أن ننظر أيضا إلى التجربة الصينية، يعني في إذا رأيتنا التجربة الصينية تجربة قائمة على نظام حزب واحد وحزب شيوعي، لكنها اختارت مسألة التنمية السريعة والقوية جدا، بحيث أنها أصبحت الآن ثاني أقوى دولة في العالم، وتسير لأن تكون الأولى في وقت قريب جدا حسب كل التنبؤات. ولذلك أكل العيش وتأمين حياة الناس وشيء أساسي، يعني لا يمكن أنت أن تحدث الناس عن الديمقراطية والناس أميين، الناس لا يجدون الماء النظيف، الناس لا يجدون العمل، الناس لا يجدون الرعاية الصحية. إلى نحن يعني أغلب الدول العربية بتعيش في حالة فقر مدقع، ولذلك بالنظر إلى الديمقراطية، أنا لما أتكلم عن توطين الديمقراطية بعتقد أنه يجب أن يتجه الأكاديميون والمفكرون إلى أن يوائموا بين مقاصد الديمقراطية وبين المرحلة التاريخية التي نمر بها حاليا، وهي مرحلة انتقالية. حتى الثورات العربية كلها لم تنجح حقيقة الأمر، يعني الثورة في مصر انتهت بانقلاب عسكري، والثورة في تونس هي الأفضل لحد الآن لكنها متعثرة، والثورة في السودان الآن السودان في يعني يعاني إشكالات أساسية، ولا ندري ما إذا كانت الثورة الانتقالية هذه ستمضي إلى نهايتها أم أن عسكريا سيختطف النخوة مرة أخرى. ولذلك الديمقراطية ليست شكلا وإنما هي جوهر أساسي، يعني لا يمكنك أنت أن تخدر الشخص الجاي الذي لا يلقى الرعاية الصحية ولا يلقى العمل ولا يلقى التعليم ولا ليس له شيء يؤمن حياته، وتحدثه عن شيء مجرد هو الديمقراطية، حيقول لك أنا والله أنا محتاج للأساسيات، أنا أحتاج إلى الخبز وإلى الأشياء الأولية. ولذلك ينبغي أن يكون جهد المفكرين في أنواع، يجب أن لا نختلف المفاهيم وننتزع من الصياغات الغربية ونعتقد أن هذه الجلباب يمكن أن نلبس لمجتمعاتنا، لابد أن نعرف أننا نحتاج إلى جهد فكري، إلى جهد نجعل الديمقراطية مرتبطة ببنياتنا،
يعني أن نشرك فيها الطوائف والقبائل وكذا، لأنه الطائفية هي مسيطرة. يعني هذه لبنان تعتبر من الدول فيها تعليم كويس وكان فيها نهضة ثقافية كبيرة وكانت، لكن إلى الآن تتحكم فيها القوى الطائفية. ولذلك مجمل الوطن العربي تخلف كثيرا عن ركب التحديث، وهذا ينبغي يعني يجعل من الضرورة أن نعرف إشكالاتنا معرفة دقيقة وأن نسعى إلى إصلاحها، يعني مرتكزين على معرفة دقيقة بمجتمعاتنا من الطوائف، يعني الديمقراطية من الحي من الفريد من البادي من كذا، ومع القوى الدينية والقوى العشائرية وكذا. لكن الديمقراطية التي يطرحها يعني الرطان التي يقولها الصفوة لا تنزل، يعني تأتي فوق رؤوس عامة الناس، ولذلك هنالك فجوة لا بد أن تردم. نعم، لكن أنا لضيفي الكريمين حتى لا يفهم أنني أنا معارض للديمقراطية، أنا أجلس على كرسي المحايدة والموضوعية، ومن ضرورات الموضوعية أن نقلب الفكرة على مختلف وجوهها. وهنا أسأل أستاذ ياسين مرة أخرى، الديمقراطية باعتبار أنها مستنبتة في أرض غربية في أوروبا وأمريكا، فهي نشأت وفق شروط موضوعية على أساس من الوعي السياسي، المستوى التعليمي المرتفع، التجذر فكرة المواطنة على أساس قانوني، وكذلك يمكننا القول أنه موضوع الولاء للدولة، الولاء المطلق والأول للدولة كسقف للجميع. هذه الشروط يعني ربما لا تكون موجودة كلها في الدول العربية، وما وجد منها فليس في الحالة المثالية وليس بشكل كامل. ألا يجعل هذا من دعوة الديمقراطية دعوة شاعرية، وأنما على العرب أن ينبغي أن يفكروا بشيء آخر غير الديمقراطية التي لا تحضر شروطها بينهم؟ أولا دعني أعلق على مسألة الاستطلاع. هذه الأيام لو عملت استطلاع مثلا في سوريا لكان المطلب الأول بالنسبة للسوريين هو العودة إلى منازلهم. لا شك أن عوامل كثيرة حدثت بعد الربيع العربي جعلت الأولوية تتغير لدى المجتمعات العربية، لكن تبقى الديمقراطية مهمة، لأن الذي غير حياتهم بهذا الشكل السيء هو غياب الديمقراطية في حقيقة الأمر، غياب أو تحييد إرادة الشعب، محاولة احتكار السلطة من قبل أقليات، من قبل أقليات سلطوية، من قبل أنظمة حاكمة، من قبل عشائر، من قبل جهاد جغرافيا، من قبل جماعة وطوائف إلى آخره إلى آخره. أما بالنسبة للغرب، الديمقراطية ليست نموذجا غربيا، الديمقراطية نجحت في الغرب لأن مفهوم الدولة الوطنية تأسس بشكل كامل في 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 أوروبا، ومفهوم المواطنة تحقق إلى حد ما بفعل قوة القانون. هذا الأمر يمكن اختباره في بلداننا العربية، ليس مستبعدا، بدليل أن الدول الغربية اليوم مهددة بتنامي اليمين المتطرف. اليمين المتطرف اليوم يهدد قوانين السلام في أوروبا على سبيل المثال التي تستوعب المهاجرين، يهدد حتى التنوع داخل المجتمعات الغربية، مسألة الإجهاض، قضايا الإجهاض، المثلية تلقى نفورا من قبل اليمين المتطرف، لا يحبذها. وبالتالي اليمين المتطرف عندما يسيطر على الصورة، رأينا نموذج ترامب عمل تغييرا هائلا في الولايات المتحدة التي تعتبر القطب الديمقراطي الأول في العالم. المجتمع الأمريكي ذهب إلى الانقسام، شعر بمخاطر كبيرة، رأينا مجاميع غوغائية من لكن عربيا حدثنا عربيا إلى 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 الكونغرس. كذلك الدول العربية هذه الدول لماذا لا يتحقق فيها مفهوم الدولة، دولة المواطنة على سبيل المثال، لماذا لا يتحقق؟ أنا أعتقد أنه حل مهم في غاية الأهمية الآن، لأن مسألة احتكار السلطة من قبل الطوائف ومن قبل الجهات الجغرافية أو الأقليات سواء كانت العشائرية أو الطائفية، هذه ستبقى معضلة يعني تقف أمام تطور مجتمعاتنا العربية. وبالتالي الحل هو في تعويم السلطة، في تعويم ليس الحل أستاذ ياسين، لم أسألك عن الحل معذرة، سألتك أن غياب الشروط الموضوعية لتحقق هذه الظاهرة السياسية، يعني لا يوجد مستوى تعليمي مرتفع، لا يوجد وعي سياسي، لا يوجد ولاء مطلق للدولة، وإنما هناك ولاءات أخرى، يعني في ظل غياب هذه الشروط أو غياب معظمها دعنا نتفق، يعني تبدو أن الدعوة مفرغة من محتواها. لا، ليست مفرغة من محتواها. أولا المجتمع المدني في الوطن العربي نما بشكل كبير جدا خلال العقود الثلاثة الماضية. المدن، المجتمع المديني نفسه يعني سكان المدن والحضر قياسا بسكان البادية والقرى، نما بشكل كبير جدا. اليوم مركز الثقل هو في المدن الأساسية الكبرى في الوطن العربي، والمدن دائما هي التي تصنع الحضارة وهي التي تنتج الدول.
لماذا نغفل هذا البعد الموضوعي؟ اليوم هناك قواسم مشتركة تجمع سكان بغداد وسكان دمشق وسكان القاهرة وسكان صنعاء إلى آخره إلى آخره. ما يحدث هو الاستثمار من خارج الحدود أو الاستثمار من قبل الأقلية السلطوية أو الدول العميقة داخل هذه المجتمعات، هناك استثمار وإمكانية مالية تعمل على حرف المسار باتجاهات مختلفة، لكن أعتقد أن الإجماع تحقق على مستوى الوطن العربي حول الديمقراطية. هناك رغبة ملحة في الذهاب إلى الديمقراطية كأسلوب حياة ونمط حياة. طيب أتحول مرة أخرى إلى الأستاذ نور، يعني وقتنا يعني ليس كثيرا فلا أستطيع أن أذهب إلى فاصل. أستاذ نور، جرب العرب التظاهرات الشعبية وللوصول إلى لمرحلة الانعتاق السياسي من الاستبداد الحاصل في بلادهم، وجربوا الانتخابات، جربوا التظاهرات، جربوا السلاح، ومع ذلك كل هذه المحاولات أخفقت. هل يمكن القول بأن يعني موضوع الاستبداد أو عدم الوصول إلى الحرية السياسية أمر أو الانعتاق من الاستبداد السياسي موصد الأبواب أمام الحرية السياسية عند العرب؟ بطبيعة الحال ليس موصد الأبواب، وتحدث تغيرات لكنها بطيئة، وهذا واضح. يعني مثلا نحن في السودان كفلنا لمدة 30 عام بواسطة الإسلاميين، وكان في مصادرة للحريات وقمع للمجتمع المدني وتفيد للخطاب الديني وكذا، ويعني سجون للمخالفين في الرأي وكذا. لكن هذا يعني تغير نسبيا، الآن نحن صحافتنا أكثر حرية، المجال العام مفتوح إلى حد كبير، لكن لا نزال نعاني من إشكالات أساسية في العيش اليومي يعني. ولذلك الثورة التي تقوم، لكن التغييرات التي تتحدث عنها أستاذ نور، معذرة، التغييرات التي تتحدث عنها ثمة من يراها تغييرات عكسية. يعني أضرب مثلا مصر، الوضع ساء فيها وعاد القهقرة إلى الوراء. سوريا الأمر نفسه باستثناء بعض المناطق الخاضعة لفصائل الثورة السورية، كذلك الأمر في اليمن يعني تقهقر الوضع فيها. فيعني كما لو أن هناك يعني أبواب موصدة أمام دعاوى الانطلاق نحو الحرية السياسية في البلدان العربية بعد إخفاق كل المحاولات، سواء كانت سياسية، سواء كانت تظاهرات، سواء كانت حتى بالسلاح. لا أنا أحب أن نرجع للتاريخ. ليس هناك تغيير يذهب في خط مستقيم متنامي من غير مكسات، هذا لا يحدث. يعني أوروبا نفسها مرت بتجارب مختلفة جدا وبصراع مرير، وسكبت يعني دماء لا حد لها لكي تصل إلى حالة من الاستقرار. فإذا كان نحن بالثورات اللي حصلت في الربيع العربي ودي كلها إلى الآن يعني لم تكن مجرد عقد من الزمان، يمكن تقول 10 سنوات، هذه في عمر الشعوب لا تحصى، هذا زمن قليل جدا. لا يوجد التغيرات، مجرد الحركات دي أنها يعني نجحت في أنها تسقط أنظمة ديكتاتورية حكمت عشرات السنين ومدججة بالسلاح، وأن تجعلها تسعى على ركبتيها وتسلم السلطة، هذا في حد ذاته إنجاز كبير. لكن الثوار نفسهم يختلفون زي ما في السودان حاليا ويتنازعون، ودي حصلت في الثورة الفرنسية، حصلت في ثورات كثيرة. ولذلك يجب أن لا نقفز إلى النتائج لنقول أن الطريق مغلق، لا ليس مغلقا، لكن الطريق لن يفتح مرة واحدة، وإنما هو وإلى الأبد، وإنما فيه يعني صعود وهبوط وفيه انتكاسات وفيه ارتدادات، ويجب أن نفهم هذا وأن نكون جاهزين لكي يعني ندرس لماذا حدث هذا، وكيف يمكن تلافي هذا في المرة القادمة، كيف يمكن للوعي أن يكون أفضل، كيف يمكن أن تكون وحدة الشعب على وإصراره على الحريات وعلى الديمقراطية وعلى الانتماء للبلد ولمصلحة البلد بأكثر من الانتماء الجهوي أو الحزبي أو الطائفي أو العشائري أو إلى آخر هذه الانتماءات التي تفرق الثورات كثيرا بعد نجاح ثوراتهم، وتجعل الثورة كأنما هي تجربة فاشلة. لكن هي ليست تجربة فاشلة، هي تجربة ناجحة، لأن الشعب توحد في نقطة بعينها واستطاع أن يهزم نظاما عسكريا متسلطا مسلحا إلى آخر هذه. شفنا كيف الناس ناضلوا في الشوارع إلى أن أوقفوا هذه الأنظمة، لكنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بالبديل المطلوب، والبديل لم يأتي جملة واحدة وإنما سيأتي على أقساط.
طيب أستاذ ياسين، هل ثمة تصور أو مقاربة حقيقية ومناسبة وعميقة لوسائل وسبل تحقيق نظام ديمقراطي في الدول العربية؟ أعتقد أن التصورات واضحة اليوم. هو في الحقيقة ضمان تحول ديمقراطي يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الموضوعية على الأرض، الاختلاف، تضارب المصالح، المؤثرات الخارجية، استقلال الدول الذي لم يتحقق حتى اليوم بسبب الهيمنة الخارجية. ينبغي مراعاة كل هذه الأمور من أجل تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي في بلداننا، وهذا ممكن للغاية، خصوصا أن الشعوب العربية دفعت كلفة هائلة نتيجة بقائها تحت أنظمة ديكتاتورية قمعية، واليوم هي تدفع كلفة إضافية، لأن الدول والأنظمة القمعية التي تتأسس على أساس مشروعية جديدة بمعنى الولاء الكامل للغرب، التسليم بحق الكيان الصهيوني في التفرد بالفلسطين، تجاهل القضية الفلسطينية، تنازلات أعتقد أنها تمس الكرامة العربية وهي كلف باهظة للغاية. الشعوب العربية لديها الاستعداد لا تقدم المزيد من هذه التنازلات مقابل أن تذهب إلى ديمقراطية حقيقية، وكلفة مواجهة الأنظمة الدكتاتورية التي باتت تمس كرامة الشعوب العربية أعتقد أقل بكثير من الاستمرار تحت تسلط هذه الأنظمة التي تقود الشعوب العربية إلى المزيد من المهانة والإفقار ويعني انتهان الكرامة للأسف الشديد. لهذا ليس هناك مستحيل يحول دون استعادة الشعوب العربية للمبادرة، والمبادرة هنا تأتي على الأقل اليوم لسنا بحاجة إلى ثورات عارمة في مواجهة أنظمة مدعومة من الغرب كما نرى اليوم. الغرب بات يتنازل بشكل كامل عن أولوياته في المنطقة العربية، لم يعد يتحدث عن الديمقراطية بقدر ما يتحدث عن الاستقرار السياسي. لذلك لابد من مثابرة في مسألة استعادة الديمقراطية. الشعوب العربية عليها أن تثبت أن ترسخ حقها استعادة الديمقراطية، وهذا الأمر يأتي من خلال عملية نضالية طويلة تدفع الأنظمة لا تمنح الأنظمة فرصة الاستقرار أو التفرد بالقرار، وإنما تدفعها ولو تدريجيا إلى القبول بفكرة التغيير الذي يعني استعادة الديمقراطية. نعم. والالتزام بالمبادئ الديمقراطية التي هي معروفة للجميع، وهي الاحتكام للصندوق واحترام حرية المجتمعات. طيب أنا أختم مع الأستاذ نور حمد، يعني أي خطوات أو إجراءات أستاذ نور ترى أنها يجب أن تتخذ في هذه المرحلة من المنطقة، من تاريخ المنطقة العربية، اللي هي مرحلة تحولات ليس معروفا إلى أين ستصير؟ أي إجراءات أو خطوات أو آليات ينبغي أن تتخذ سعيا لترسيخ الوعي بأهمية وضرورة نظام ديمقراطي في الدول العربية برأيك؟ والله أنا أعتقد من أهم الأشياء التعليم، إصلاح نظام التعليم، لأن الديمقراطية ينشأ عليها. يعني أنت تحتاج الأجيال القديمة تشربت الطائفية والعشائرية وكذا، مجتمع متحول من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث، لكن أغلبيته لا تزال مجتمع تقليدي. لكن قضية التعليم يعني أستاذ نور، قضية التعليم يعني كما لو أننا ندور في حلقة مفرغة، قضية التعليم هي بأيدي الأنظمة العربية التي يعني تصفها بأنها أنظمة مستبدة، يعني لن توجد نظاما تعليميا يكرس الوعي بالديمقراطية. إذا ندور في حلقة مفرغة. لا أبدا، ليست حلقة مفرغة، ما هي الأشياء بتبدأ في مستوى النخب، مستوى الفكر. أنا أعتقد نحن ما عندنا إلى الآن طرح في التعليم يعني يتجه في اتجاه الديمقراطية حتى على المستوى النظري، دعما كان يصبح شيء ينفذ. أيضا من أهم الأشياء في تقديري إصلاح الخطاب الديني، لأنه كثير من قبول القمع يجي من التفكير الديني التقليدي، اللي هو أنه أن تطيع الوالي أو الحاكم وإن يعني أنهب ظهرة الاتياه. في أشياء من هذا، وفي استخدام أيضا للخطاب الديني يعني تشويه الديمقراطية وشيطنتها إذا شئت. ولذلك عندنا أشياء على المستوى، لأنه مثلا الديمقراطية في الغرب لم تترسخ إلا بعد أن يعني ضعفت سلطة الكنيسة وضعفت سلطة الإطاعة، والتنوير الديني الذي قام به كالفين ومارتن لوثر كان له دور أساسي ورئيسي في أن يفتح الباب إلى أن تأتي الثورة الفرنسية وتحصل
يعني كل هذه التغيرات الكثيرة والظروف وإلى آخره إلى أن استقرت الأمور في النهاية. فنحن بحاجة إلى الوعي، بحاجة إلى أيضا إلى أن النخب ومراكز الأبحاث ويعني المجتمع المدني، لأنه مؤكد زي ما تفضلت أنت الدول لا تزال تمسك عليها يعني قوة هي مستفيدة ومبسوطة للثروة وللوجاهة ولكذا، ولا تريد أن تخلي مواقعها للشعب ليدير أموره، وهذه المقاومة طبيعية بطبيعة الحال. لكن لا بد من عمل عام في المجتمع المدني وفتح واسع بدأت تتسع، يعني فرص المجتمع المدني في التحرك في كثير من الدول العربية بدأت تبقى أفضل، لكن يجب أن انفتاح المجال يقتضي جهد زيادة بل جهد أكبر من النخب ومن المتعلمين ومن الأكاديميين ومن مراكز الأبحاث، وأن برضو الإعلام، أنا بعتقد أن الإعلام عندنا متخلف للغاية ومتحيز ومدار بخيوط من ورائه وليس إعلاما تنويريا. طيب. هذا أنا أعتقد أنه أساسي جوهري في أن دائرة الوعي تتسع وتندح. لذلك هذه الأشياء في جملتها إذا نحن تعاملنا معها بصورة جدية أعتقد أننا يمكن أن نفتح وضحت فكرتك أستاذ نور. نعم. نعم صارت الفكرة واضحة وصار الوقت يعني في حكم المنتهي. أشكرك شكرا جزيلا. ختاما مشاهدي الكرام أشكر ضيفي الكريمين، كان معي من إسطنبول عبر سكايب الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، كما كان معنا عبر الهاتف من الخرطوم الأستاذ النور حمد الأكاديمي والباحث السوداني. كل الشكر لكم على طيب المتابعة، دمتم في حراسة الله.